العشرة والسابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. ترامب يخفض التوتر مع الصين وروسيا ويقول أن السعودية حليف كبير لبلاده وتشتري منها بنحو 400 مليار دولار. رفض فلسطيني لتصريحات ترامب عن المساعدات وصفقة القرن، السلطة تدعوه لاستيعاب فشل ورشة البحرين، وحماس تقول أن كوشنر لا يفهم المنطقة. وكالة فارس الإيرانية تؤكد عزم طهران على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم على خلفية النتائج غير المرضية لاجتماع فيينا. قوى الحرية والتغيير تدعو للمشاركة المكثفة في مليونية الغد، والمجلس العسكري يحملها مسؤولية سلامة التظاهرات. ردا على تهديدات حفتر بخصف أي سفينة أو طائرة تركية في ليبيا، أردوغان يؤكد عزم بلاده على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي استهداف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن عملاق الاتصالات الصيني هواوي واستئناف المحادثات مع الصين، وهو ما سارعت بكين إلى الترحيب به. وفي مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين في اليابان، أكد ترامب أنه غاضب جدا لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، معتبرا في الوقت عينه أن أحدا لم يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية. ترامب قال أن السعودية حليف كبير وهي تشتري من بلاده بنحو 400 مليار دولار. وفي الشأن الإيراني أكد أنه لن يسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. لدينا خطط بديلة كثيرة. عندما حددنا بعض الأهداف التي كان من الممكن ضربها، سألتهم كم شخصا يمكن أن يموتوا بسبب هذا الاستهداف. قالوا على الأرجح يمكن أن يموت 150 شخصا، ويمكن أن يكون العدد أكبر من ذلك. لدينا جيش من أفضل الجيوش في العالم، وآمل أن لا نضطر إلى استخدامه. لقد أنفقنا 760 مليار دولار على الجيش. لدينا الآن طائرات متطورة. الجيش لديه معدات جديدة. لدينا جيش عظيم فعلا. من جهته كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مشاورات بين بلاده وواشنطن بشأن تمديد اتفاقية ستارت للحد من انتشار الأسلحة، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية مع واشنطن غير جيدة. كان اجتماعا جيدا مع ترامب وعمليا للغاية. تطرقنا إلى مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرقنا أيضا إلى علاقاتنا الاقتصادية. أقررنا أنها ليست في حالة جيدة. ناقشنا المصلحة الأمريكية التجارية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا، ولفت انتباه الرئيس الأمريكي إلى حقيقة أن وفد الأعمال الأمريكي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي كان أحد أكثر الوفود تمثيلا على نطاق واسع، لذلك هناك الكثير للتفكير بشأنه. وفي أوساكا أيضا أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لا تراجع عن صفقة شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية S-400 رغم انتقادات الولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه أنه لن يفرض عقوبات على أنقرة على خلفية الصفقة. بخصوص الاس 400، كل الاتفاقات وكل شيء تم ترتيبه، ونحن الان في مرحله التسليم. لن يفيد دوله كتركيا ان تهمل اتفاقا كهذا في مرحله التسليم. هذه الصفقه ابرمت. اما بخصوص العقوبات فقد اوضح السيد ترامب الامر في مؤتمره الصحفي. استمعنا اليه جيدا، ولا سيما حين قال ان شيئا كهذا لن يحدث. أردوغان حث ولي العهد السعودي على الكشف عن ملابسات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. الشخص الذي يجب أن يكشف أمر جريمة خاشقجي هو محمد بن سلمان. لقد وعد بفعل ذلك خلال محادثتنا الهاتفية، لكنه لم يفعل شيئا بعد. عليهم الكشف عن الجاني، وهم لا يحتاجون للبحث في مكان آخر عنه. في الواقع هناك أكاذيب وزير الخارجية السابق، وأكاذيب جعلوا ابن سلمان يقولها. الأمر واضح. ماذا يجب أن أقول؟ هم يحتاجون للكشف عن هذا الأمر. الوثائق موجودة وكذلك التسجيلات، والأهم وقبل كل شيء، لقد قتل إنسان، فهل هذا شيء بسيط؟ وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. منذر، هل فعلا بناء على هذه المواقف يمكن اعتبار الرئيس الأمريكي قد خفض التصعيد مع روسيا والصين، كوريا الشمالية وتركيا؟ بالتأكيد. لنأخذ مثال على ما جرى مع الصين عمليا. صحيح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، لأن كان هناك انطباع بأن القمة قد تشهد
التوصل إلى اتفاق، ولكن تم تجميد الصراع وتأجيل الموضوع والاستمرار بالمفاوضات، وتم إجراء مقايضة. المقايضة بأن كل المكونات التقنية التي تحتاجها شركة هواوي للإلكترونيات، المكونات الأمريكية، كانت سيتم حظرها، تم رفع الحظر عنها مقابل وعد الرئيس الصيني بأنه سيتم المزيد من مشتريات المنتجات الزراعية الأمريكية، على الأقل هدف المدى القريب المتوسط، وبالتالي الاستمرار في التفاوض. إذن تم تخفيف هذا الأمر. فيما يتعلق في تركيا، بالفعل أيضا تم تغيير الموقف الأمريكي الرسمي وحتى موقف الكونغرس عبر الرئيس ترامب، وبالتالي القول بأنه لن يكون هناك عقوبات في حال تم تنفيذ صفقة S-400، وأنه أيضا سيتم رفع التبادل التجاري مع تركيا، يعني هناك حوالي 75 مليار دولار يمكن أن تكون أكثر، وبالتالي هذا الوعد بعدم العقوبات، بالرغم من أن التصريحات كانت تصريحات شديدة من البنتاغون ومن الخارجية ومن الكونغرس حول أن تجميد العلاقة مع تركيا، لا بل أن كان هناك بعض التحذيرات بأن تركيا ليست عضو فعلي في الناتو، أنها تقترب من موسكو أكثر مما تقترب. طبعا تركيا تلعب على الحبلين، وبالتأكيد أردوغان ضمن أن العلاقة الشخصية مع ترامب ستوفر له الغطاء بأن يحظى بالاستمرار بالصفقة مع روسيا وباستمرار العلاقة مع الولايات المتحدة مع بعض المشكلات. الأمر الآخر بالنسبة لكوريا، واضح أن يعني ترامب له يعني شغف بالمظاهر التي تكون بديل عن الوقائع، وهو يبالغ في تحقيق إنجازات. مجرد هو دعا كونه سيذهب إلى المنطقة المنزوعة من السلاح ويلتقي مع الرئيس الكوري الجنوبي، بأن دعا كيم إلى أن يلتقي معه ويتصافح، وقال له بأن مستعد أن أنتقل من كوريا الجنوبية إلى كوريا الشمالية بشكل رمزي. طبعا ماذا سينتج عن هذا اللقاء؟ لا شيء سوى الصورة التذكارية، سوى المظاهر بأنه هو حقق إنجازا دبلوماسيا، أو أنه مستمر في الكلام وأن التوتر سيخف، ولكن لا يوجد حلول. لم يتغير الموقف الكوري الشمالي، ولم يتغير أيضا الموقف الأمريكي، وبالتالي لا يوجد اختراق ولا يمكن عبر المصافحة، سوى أنها بالتأكيد ستكون مسألة إعلامية دعائية لترامب. إذن ترامب يعوض عن تحقيق نتائج فعلية واتفاقات بالمظاهر وبالعلاقات الشخصية. هو يركز على أنه ينجح في العلاقات الشخصية بديل للقنوات الدبلوماسية أو حتى العمل وفق المنظمات الدولية داخل بالنسبة المنظمات لروسيا الدولية. أيضا منذر بالنسبة لروسيا، نعم. والعودة إلى ستارت مرة أخرى بعد فترة من شد العصب بين الطرفين نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، بالتأكيد لم تحل كل الخلافات، ولكن بالتأكيد بوتين حقق إنجاز هنا بأن هناك دعوات لعزل روسيا، لتخريب العلاقات كليا مع الولايات المتحدة، والاتهامات بأنها تتدخل بالانتخابات. حتى هو سخر من السؤال الذي سأله الصحفيين خلال لقائه مع بوتين، قال هل ستبحث موضوع أن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ فقال لن تتدخل في، يعني بطريقة ساخرة، ولكنه بالتأكيد العلاقة الشخصية قائمة، العلاقات الاقتصادية ضعيفة. ولكن حتى موضوع ستارت ليس كافي، يعني هو بالفعل أيضا جمد تدهور العلاقة، لأنه لا يزال موضوع منظومة الصواريخ الباليستية وكيفية التعاطي معها، هذه المنظومة والاتفاق على الحد من هذه الصواريخ المتوسطة، لا تزال مشكلة قائمة بين الطرفين. طيب ولم يتم بحثها. الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب إلى تخفيض التصعيد مع عدد من الأطراف بالجملة، هو بالتأكيد يركز على أن الجسر الذي سيعبر فيه إلى الانتخابات الرئاسية الناجحة الوضع الاقتصادي الداخلي، حتى لو كان هذا الوضع الاقتصادي ليس جيدا كما هو يصوره، ولكن إبقاء نوع من المظاهر بأنه يعقد اتفاقات لصالح أمريكا ولصالح الاقتصاد الأمريكي، يتحسن الاقتصاد الأمريكي ولا يرغب في أن يكون هناك توترات. لذلك هو يحاول تخفيف هذه التوترات لكي يمهد، ليقول في الداخل الأمريكي أنا بعكس ما يقولون أنه ليس لدي إنجازات خارجية، بالعكس أنا علاقتي الشخصية مع كل الأطراف، وأننا
ننجز بعض الاتفاقات وسنستمر بإنجاز بعض الاتفاقات لصالح الاقتصاد الأمريكي. يبقى مسألة السعودية مسألة أساسية هنا. نعم صحيح. أنه لا يزال يغطي على محمد بن سلمان ولي العهد، ويغطي على الجريمة التي ارتكبت، ودائما يقارن يقول بأن مئات المليارات من الدولارات التي نحققها هي أفضل. لا، بل أنه منحه أيضا نوع من التزكية بأنه هو يقوم بنوع من الثورة الداخلية الإيجابية، التحديث الداخلي في السعودية، يعني خلال الحديث وتجاهل حتى كليا لدى اللقاء المشترك، تجاهل كليا السؤال عن مقتل خاشقجي، إنما اضطر لأن يشير إليه بشكل يعني الصورة التي التقطت منذر في قمة العشرين، وتختلف عن قمة الأرجنتين كما قارنتها كثير من وسائل الإعلام، كانت في قمة الأرجنتين بعد مقتل الخاشقجي بمدة قصيرة، وكان ولي العهد السعودي في آخر الصف في الصورة. الآن صورة محمد بن سلمان إلى جانب دونالد ترامب مباشرة وفي الوسط، هل هناك تعليقات أمريكية على هذا الأمر؟ هنا أتحدث إن كانت إعلامية أو سياسية حتى. بالتأكيد الوسط الإعلامي الأمريكي يثير دائما مسألة خاشقجي لارتباطه في الإعلام، هذه من جهة، ولكن حتى هناك بالتأكيد سخط شديد في الداخل الأمريكي لا يزال قائم في الكونغرس في غير الكونغرس، وبالتالي هناك عدم رضا. علينا أن نقرأ بين السطور أن الرئيس الوزراء الياباني وبرغبة سعودية هو الذي مهد وسهل لمحمد بن سلمان أن يظهر في الصورة كما ظهر. أيضا طبعا هي رغبة أمريكية ورغبة ترامب، هو يتجاهل، هو لا يهمه ما يقال عنه ولا يهمه أي انتقادات. وبالتالي يعني نلاحظ أن رئيس الوزراء الياباني لعب دور وسيط عندما ذهب إلى طهران، وكان لديه رسالة إلى حد ما من السعوديين ومن الفرنسيين. إذن إلى حد ما يمكن أن نستنتج أنها كانت طلب سعودي بأن الصورة التذكارية الجامعة للجميع أن يبرز فيها محمد بن سلمان. وأنا في تقديري أن رئيس الوزراء الياباني قدم نوع من التسهيلات في هذا الأمر. لماذا؟ لأن كان الرغبة السعودية بعد التقرير الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان كانت ضربة معنوية كبرى وكان لها صدى، فهو يحاول الرد عليها عبر هذه الصورة، عبر بقي أيضا. نقطة سريعة أيضا لابد من الإشارة إليها، وهو موضوع إيران. لا مقاربة جديدة فيما يتعلق بإيران من المواقف التي صدرت من دونالد ترامب في اليابان؟ لا يوجد شيء جديد غير تكرار المواقف السابقة، وهو ذكر بأنه يعني بطريقة غير مباشرة هو مستعد للعمل العسكري وأن لديه أهداف وأنه مستمر في هذا الموقف. ولكن أيضا يبدو بالتأكيد أنه تم الحديث مع بوتين حول هذه المسألة مع آخرين، وبالتأكيد أنه هناك رغبة أوروبية ورغبة أيضا روسية بأن يكون هناك تخفيض للتوتر على الأقل، ومحاولة إقناع إيران بعدم الاستمرار في الانفكاك عن بعض الاتفاقات. نعم. هذا يتوقف الأمر على أوروبا. إذا أوروبا وجدت صيغة، طبعا الصين وروسيا ليس لديهم مشكلة في أن يتجاهلوا العقوبات الأمريكية، ولكن إذا كان هناك موقف أوروبي فعلا متحسن ويعطي للإيرانيين شيئا، فبالتأكيد أن عملية التوتر ستنخفض وسيكون هناك عدم إعادة طرح للموضوع. هذا ربما مرتبط بتنفيذ آلية تنفيذ أنستاكس التي اتفق عليها الأوروبيين مع إيران على تفعيلها في اجتماع فيينا الأخير. منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. في الشهادة الفلسطيني قال ترامب أن هناك فرصة جيدة لإبرام صفقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنه أوقف المساعدات عن الفلسطينيين بعد سماع أشياء سيئة منهم بحسب تعبيره. كنا ندفع لهم 150 مليون دولار سنويا، وأوقفت ذلك لأني سمعت منهم العام الماضي أشياء سيئة. نحاول إبرام صفقة ومساعدتهم وسمعنا هذه الأشياء، لذلك لن ندفع. لدينا فرصة جيدة لإبرام صفقة، والكثيرون يعتقدون أنها الصفقة الأصعب، وهي هكذا بالفعل، والكثيرون يعتقدون أنه لا يمكن إبرامها مهما حصل. لقد تأجلت الصفقة قليلا بسبب ما حصل في انتخابات نتنياهو، الجميع اعتقد أنه فاز، وفجأة لم يستطيعوا تأليف اتحاد وعادوا إلى الحملات من جديد، ولم يكن أحد يتوقع ذلك.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينا قال أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليابان غير مشجعة، وتشير إلى أن واشنطن لم تعي درس فشل ورشة المنامة. واتهم أبو ردينا إدارة ترامب بالانحياز الكامل لإسرائيل، وأن سياسة الإملاءات والتهديد التي تمارسها لم تعد تجدي مع الفلسطينيين الذين يرفضون محاولات إجبارهم على التنازل عن حقوقهم مهما كانت التحديات أو الإغراءات. أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صابع عريقات رد على خطاب ترامب بالتأكيد أن الفلسطينيين مستمرون في رفض قرارات الإدارة الأمريكية لجهة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووضع الجولاني تحت سيادتها وتدمير الأونروا. وفي تغريدة على تويتر تساءل عريقات إذا ما كان على الفلسطينيين كعرب إعلان امتنانهم لهذه القرارات، وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والفريق الأمريكي لا يريدون السلام على أساس القانون الدولي. القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أعلن فشل ورشة منامة كما فشل مؤتمر وارسو الأمني، وأضاف في تغريدة على تويتر أن جاريد كوشنر مستشار ترامب لا يفهم المنطقة وخصوصا القضية الفلسطينية. أبو مرزوق قال إن ترامب خالف قواعد السياسة الأمريكية المنحازة أصلا، فوقف العالم في الجانب الآخر متسائلا هل يدفع كل ذلك الأمريكيين إلى التراجع عن خططهم الفاشلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا بلدة العيسوية في القدس المحتلة، وكان جنود الاحتلال اعتقلوا 19 فلسطينيا في البلدة بعدما تصدى الفلسطينيون لاعتداءاتهم. عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد أكد أن القوات الإسرائيلية والاستخبارات اقتحمت أحياء البلدة بأعداد كبيرة واعتلت أسطح أبنيتها واقتحمت عشرات المنازل، فيما نقل محامون عن المعتقلين في مراكز التحقيق تأكيدهم أن قوات الاحتلال اعتدت عليهم بالضرب والدفع خلال الاعتقال والاحتجاز. في اليمن أعلنت الجبهة الوطنية الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال ومنظمات المجتمع المدني في اليمن رفضها وإدانتها ورشة البحرين ومخرجاتها، وأكدت الجبهة التمسك بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مطالبه. هذا التقرير لأحمد عبد الرحمن. ورشة البحرين بيع لفلسطين بغطاء سياسي واقتصادي، ندوة سياسية في صنعاء للجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال ولمنتدى أبناء عدن وللجبهة الثقافية لمواجهة العدوان رفضا لهذه الورشة ومخرجاتها. نؤكد تمسكنا بالقضية الفلسطينية وسيادة الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه وحرية الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية وكافة حقوقه في كافة مجالات الحياة. هذه الندوة هي خطوة تتبعها خطوات كثيرة سواء داخل اليمن أو خارجه للتعبير عن رفض التطبيع مع الوجود الصهيوني المتسلط في فلسطين واستمرار مقاومة هذا الوجود. المشاركون في الندوة أجمعوا على خطورة الانجرار إلى التطبيع وتنازل الأنظمة المطبعة عن القدس وفلسطين، مطالبين الشعوب العربية والإسلامية والحرة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى استعادة كل أراضيه المحتلة. من خلال هذه الأوراق التي طرحت في هذه الندوة نحذر أولا أبناء شعوبنا العربية والإسلامية من مغبة الوقوع في تصديق مثل هذه الحالة، وهي حالة مشابهة لكامب ديفيد. حراك سياسي وثقافي يمني يترجم موقف الشعب اليمني المناصر دوما لفلسطين والرافض لأي شكل من أشكال التطبيع سياسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. اليمنيون يقاومون غزو بلادهم واحتلالها ويستنفرون رفضا للتخلص من فلسطين وتصفيتها كقضية مركزية، ويستغربون في الوقت عينه صمت الكثير من الأحزاب القومية والإسلامية إزاء ما يجري بمشاركة بعض العرب. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.
في لبنان نقلت أوساط مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للميادين نت أنه لا الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا العرب طرحوا مسألة توطين الفلسطينيين أو غيرهم مع الحريري. الأوساط أضافت أن موقف الحريري واضح ومعروف من التوطين، ولا سيما أن الدستور اللبناني يمنع التوطين. الحريري تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجرى بحث لآخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية. عباس شكر الحريري على مواقفه ومواقف القيادة والشعب اللبناني المساند لقضية فلسطين عبر كل المراحل. إلى الملف الإيراني، حيث أعلنت وكالة أنباء فارس أن إيران ستتخطى قريبا الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم ضمن الاتفاق النووي. وبحسب الوكالة التي نقلت عن مصادر مطلعة، فإن القرار الإيراني يأتي بعد نتائج لقاء فيينا التي لم تكن على قدر توقعات إيران. ووفقا للمصادر، فإن إيران قد قررت أنها قد تراجع قرار تخفيضها التزاماتها في الاتفاق النووي في حال لبى الأوروبيون مطالب طهران في مجال البنوك والنفط. معي مباشرة من طهران مراسل الميادين أحمد البحراني، تلخص لنا الموقف الإيراني وأيضا الأسباب والخلفيات التي دفعت إيران لعدم الرضا عن لقاء فيينا، رغم أن الأوروبيين تبنوا آلية إنستاكس التي تحمي الشركات التجارية والتي تتعاون في المجال الاقتصادي مع إيران. نعم كمال، يعني حقيقة مخرجات اللجنة النووية المشتركة في فيينا يوم أمس واضح أنها لم تلبي طموح إيران، وإيران كما أكد المصدر المطلع لوكالة فارس للأنباء ستمضي قدما في خفض التزاماتها النووية في إطار البندين 26 و 36 المنصوصين في الاتفاق النووي، واللذان يمنحان حق تجميد بعض بنود الاتفاق النووي لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي وليس إيران فقط إذا لم تلتزم به باقي الأطراف. طبعا لكن يعني بخصوص ما ورد في وكالة أنباء فارس بخصوص رفع كمية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر من 300 كيلوغرام، هذا ليس حقيقة بالأمر الجديد، وهو يندرج ضمن المرحلة الأولى من خفض التزاماتها النووية، مرحلة مهلة 60 يوم التي منحتها قبل حوالي شهر ونصف من الآن للأوروبيين. وإيران أعلنت منذ ذلك الحين قبل حوالي يعني 50 يوما بالتحديد من الآن، وبدأت في تنفيذ هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني حينها. إذا كانت إيران ستنفذ المرحلة الثانية من خفض التزاماتها النووية، هذا يعني أنها ستقوم برفع نسبة التخصيب في 7 حزيران المقبل من 3.67% إلى نسبة أعلى ربما تتجاوز 5% أو قد تصل إلى 20%، وأيضا بإعادة بناء بعض أجزاء المفاعلات النووية التي توقفت بموجب الاتفاق النووي. نعم، تقصد في تموز، في 7 تموز. تماما، آسف. نعم، في 7 تموز المقبل. من جانب آخر، إذا أردنا الحديث عن ردود الفعل الإيرانية، صحيح أننا لم نسمع تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية منذ يوم أمس اجتماع فيينا إلى الآن حول الإعلان الأوروبي بخصوص ترحيل القناة المالية كما كان متوقع، باعتبار أنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفسه كان قد أكد قبل اجتماع فيينا أن إيران ستتخذ قرارها بخصوص بقائها في الاتفاق النووي أو خفض تعهداتها النووية بعد الاجتماع من عدمه. رغم ذلك يعني الانتقادات التي طالت وتطال الإعلان الأوروبي يوم أمس من قبل بعض النواب في البرلمان الإيراني ربما يعكس وجهة النظر الإيرانية بشكل عام. بعض النواب اليوم تغردوا عبر تويتر قائلين أنه أي قناة مالية مع أوروبا يجب أن لا تقتصر على السلع التي لم تشملها العقوبات الأمريكية كالمنتجات الزراعية والغذائية والأدوية وإلى ما ذلك، وإنما من الضروري أن تتضمن مواصلة تصدير صادرات إيران النفطية والتعاملات المصرفية بكل حرية من قبل إيران. أشكرك جزيل الشكر أحمد البحراني مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من طهران.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستقاوم أي عقوبات أمريكية وستصمد كما صمدت خلال حرب صدام حسين عليها خلال الثمانينيات. وفي تغريدة على تويتر في ذكرى الهجوم الكيميائي العراقي على مدينة ساردشت الإيرانية عام 87 من القرن الماضي، أشار ظريف إلى أن طهران لن تنسى أن العالم الغربي دعم وسلح صدام بالكيميائي وأن مجلس الأمن لم يشجب الهجوم آنذاك. أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال احتفالية للحشد الشعبي بذكرى ثورة العشرين أن التحدي أمام الدولة العراقية هو الحفاظ على الانتصار وتجنب تطور الأوضاع في المنطقة باتجاه الحرب، فيما رأى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد ليس أداة فرقة ولن يخضع إلا لسيادة الدولة. هذا تقرير لعبد الله بدران. 99 عاما على ثورة العشرين في بلاد الرافدين، ولا يزال العراقيون يستذكرونها في كل عام لما تحمله من رمزية معنوية بأبعادها السياسية والعسكرية. تبنى الحشد الشعبي إحياء هذه الذكرى من باب ترابط الأحداث مع اختلاف زمنها بين الاحتلالين البريطاني وداعش، وفي الذكرى أيضا فرصة لإثبات أن هذه المؤسسة جزء أساسي من منظومة الدولة العسكرية، فرصة جددت فيها القيادة العراقية الموقف من قرارها وقانونها. الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية، فهو ليس فرقة كما يدعي البعض، ولا يكون خاضعا إلا لسيادة الدولة كما أعلن رئيسه فالح الفياض. الحشد الشعبي أيها الأخوة سيكون داعم وسيكون يد في جمع الكلمة، ليس مثل ما يصوره الآخرين على أنه أداة فرقة وأنه تحدي لهذا البلد. أبدا لن يكون الحشد الشعبي أيها الأخوة أنا أقولها في هذا المكان إلا خاضعا لسيطرة الدولة. قادة العراق كان حضورهم لافتا في حفل إحياء ثورة العشرين، استثمروا فرصة الربط بين ماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها. نجاح الماضي في الحفاظ على وحدة العراق يشابهه إنجاز الأحفاد بمنع التقسيم على يد داعش والسعي إلى عدم جر المنطقة إلى الحروب. التحدي الكبير أمامنا كعراقيين في قيادة الدولة العراقية وكسياسيين في قواها الوطنية المختلفة وكشعب هو في مدى النجاح الذي يمكن أن نحققه بالحفاظ على العراقي وبموقعه الاعتباري المهم كدولة قادرة على التوازن وعلى الإسهام بحفظ الأمن الإقليمي وبالعمل على الحيلولة دون تطور النزاعات. موقف مشابه أطلقه رئيس البرلمان الذي أكد أن بغداد لن تلعب دور الحياد السلبي في المنطقة. لقد وقف العراق خلال الأزمة الحالية في المنطقة موقفا شجاعا، ذلك أنه بدأ يستعيد عافيته ويأخذ موقعه القيادي، إذ ليس من اللائق بالعراق أن يلعب دور الحياد السلبي. هي أكثر من رسالة أراد المعنيون في العراق إيصالها عبر هذا الحفل، أهمها ما يتعلق بالحشد ومستقبله بعد أن حظي باهتمام كلمات كبار المسؤولين. بغداد بإحيائها ذكرى ثورة العشرين أرادت التذكير بأسباب نجاح ثورة الماضي بأهدافها المعنوية برسالة تتجاوز الذكرى إلى واقع الملموس عبر الربط بين انتصارات الماضي والحاضر وأهمية ذلك بالنسبة لتاريخ العراق. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. نبقى في العراق، حيث أكد الرئيس برهم صالح أن بلاده حريصة على إدامة التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلم والأمن في المنطقة. وخلال استقباله الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي منصور العتبي وعددا من أعضاء مجلس الأمن، قال صالح أن العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال استقباله الوفد أن بلاده تحتاج إلى دعم دولي أكبر لمعالجة تداعيات التحديات الهائلة التي واجهتها في السنوات الماضية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحرارة تسجل رقما قياسيا في فرنسا. مجددا حياكم الله.
حمل المجلس العسكري السوداني قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة للمجلس المسؤولية عما وصفه بالتصعيد الأمني جراء تظاهرات احتجاج المقررة غدا. بيان للمجلس حمل المعارضة مسؤولية أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء إغلاق الطرق ومس المصالح العامة وفق بيان المجلس العسكري. المجلس العسكري كان أعلن أن المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الأثيوبية الإفريقية المشتركة يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات. في المقابل دعا تجمع المهنيين إلى المشاركة المكثفة في مليونية الغد للمطالبة بالسلطة المدنية. اقترب الأطراف السودانيون خطوة جديدة من العودة إلى طاولة المفاوضات، والفضل يعود إلى المقترح الجديد بشأن الفترة الانتقالية الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة. المجلس العسكري أبدى تجاوبا مع المقترح ورأى فيه فرصة لأن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع تحالف الحرية والتغيير، مع تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو أن المجلس يريد حكومة مدنية وكفاءات ومستقلين ترضي كافة أطياف الشعب. أنا رغما أن التفويض من كل الشعب السوداني لكن منقول ان احنا دايرين يا اخواننا حكومه مدنيه زي ما هم زي ان احنا منقول دايرين حكومه مدنيه حكومه كفاءات مستغلين. وده كلام ما كلام سياسه ولا كلام ميكروفون، ده كلام حقيقي. الان احنا جاهزين، الان اليوم قبل بكره. موقف تحالف الحرية والتغيير من المقترح لم يعلن بعد، غير أن التحالف أكد أنه يقوم بمراجعة المقترح قبل اتخاذ قرار بشأنه، بالتزامن مع استمرار الدعوات للاحتجاج والحشد لتظاهرة كبيرة في 30 حزيران/يونيو، وتحذير المجلس العسكري من التضييق وممارسة العنف ضد التظاهرة. المقترح الجديد الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية ينص على تأليف هيئة انتقالية من 8 مدنيين و7 عسكريين تحكم البلاد لمدة 3 سنوات. يرأس الهيئة في 18 شهرا الأولى أحد العسكريين، على أن يحل مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني من الفترة الانتقالية. وترجح الأنباء المتداولة حول المقترح أن يكون تحالف الحرية والتغيير ممثلا ب7 من أصل المدنيين 8، أما الشخصية 8 فسيختارها الطرفان معا. حول آخر التطورات في السودان معنا من باريس المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين الأستاذ رشيد سعيد يعقوب. أستاذ رشيد حياك الله بداية، وكيف تفهمون بيان المجلس العسكري الذي يحملكم مسؤولية إزهاق أي روح خلال التظاهرات أو الإساءة للمواطنين أو المصالح العامة إلى آخره؟ كيف تفهمون هذا البيان أنتم في تجمع المهنيين السودانيين؟ نحن نفهم من هذا البيان أن المجلس العسكري يبيت النية الآن لقمع هذه التظاهرات وللتعامل معها بعنف، وبالتالي نحن أيضا بدورنا نحذر المجلس العسكري من اللجوء إلى العنف، لأن إرادة الجماهير لا غالب لها. نحن استطعنا أن نسقط نظام عسكري، نظام الرئيس البشير، بعد 30 عاما من الحكم، ونستطيع أيضا أن نسقط هذا النظام كما أسقطنا نظام اللجنة الأمنية برئاسة النعوف. ما نود أن نقوله للمجلس أن هذه تظاهرة لديها أهداف محددة ولديها مسارات محددة تم تحديدها. نحن لا نسعى لأي اشتباكات أو دخول في مواجهات مع رجال الأمن والأجهزة الأمنية والميليشيات المنتشرة في العاصمة. نحن نمارس حقنا الطبيعي الذي انتزعناه بدماء الشهداء وبنضالات شعبنا في التظاهر، وهو حق ديمقراطي، وبالتالي لا يستطيع المجلس العسكري أن يمنعنا، لأن ليست هناك أي قوة أخرى تمتلك سلاح وهي مسؤولة عن أستاذ رشيد. إذن تعتبرون بيان المجلس العسكري مقدمة لاستعمال القوة مع تظاهرات الغد؟ نعم، ولدينا تجربة يعني في فض الاعتصام. كان المجلس العسكري قد التزم بأنه يعني لن يفض الاعتصام بالقوة، لكن المجلس العسكري لم يلتزم
بكلمته معنا ومعنا الشعب السوداني وقام بارتكاب مجزرة 3 يونيو. لذلك نحن لا نستبعد من هذا المجلس العسكري أي تصرفات بهذا الشأن. ولذلك أيضا نحن ندعو العالم الخارجي، منظمات حقوق الإنسان، الدول المعنية بالملف السوداني، الشعوب الصديقة والجارة لنا أن تتابع الأوضاع في السودان حتى نستطيع أغل اليد المجلس العسكري من استخدام العنف. طيب ماذا تريدون أنتم من الدعوة لتظاهرات الغد؟ غرضنا واضح، غرضنا محدد، غرضنا غير مخفي. نحن نريد دولة مدنية، نريد أن نمجد ذكرى شهدائنا، لذلك نخرج في هذه المواقف. الأمر لا يتعلق بأي مواجهة مع المجلس العسكري، نحن نمارس حقا ديمقراطيا كما قلت لك غدا انتزعناه. وبالتالي يعني قضيتنا الأساسية الآن مع المجلس العسكري هي قضية مدنية السلطة. وكما لاحظت اليوم حتى في رد المجلس العسكري على عرض الوساطة الأفريقية الأثيوبية، الرد لم يكن واضحا، هم اعتبروا أن العرض الوساطة الأثيوبية الأفريقية يمكن أن يكون قاعدة للتفاوض. نحن نرفض مثل هذا الحديث. هناك عرض متكامل قدمته الوساطة الأفريقية الأثيوبية، عرض مفصل فيه مؤسسات للسلطة، فيه صلاحيات بكل مستويات السلطة، وفيه أيضا كيفية يعني عمل هذه يعني نقطة الخلاف. أستاذ رشيد يعقوب، نقطة الخلاف تتعلق بتفسير الوساطة الأثيوبية الأفريقية، إن كانت يجب أن تطبق كاملا كما تريدون أنتم، أو أن تكون قاعدة لانطلاق مفاوضات، لاستئناف مفاوضات كما يريد المجلس العسكري. نحن قبلنا أساسا هذا العرض عندما قدمته الوساطة الأثيوبية. صحيح. كان المجلس العسكري قد رفضه وطلب أن يأتي من خلال وساطة مشتركة، وهو ما حققته له ما حققه له الاتحاد الأفريقي والجمهورية الأثيوبية حينما قاموا بتقديم العرض بشكل آخر. صحيح أن العرض فيه بعض الاختلافات فيما يتعلق بالمجلس التشريعي، ولكن نحن من حيث المبدأ قبلنا هذه الوساطة. المجلس العسكري إما أن يرفض هذا العرض ويكون الموقف بالنسبة لنا واضحا، أو أن يقبله ويكون الموقف. التفاوض الآن هو في كيفية نقل السلطة، ليس هناك تفاوض على مؤسسات أو على تفاصيل، هذه موجودة في عرض الوساطة. طيب ما هي خياراتكم أستاذ رشيد في حال عدم الاستجابة؟ خياراتنا تظل كما هي. نحن مع جماهيرنا في الشارع، سنواصل التعبئة الجماهيرية، سنواصل المواقف، سنواصل الاعتصامات، سنواصل وسنصعد من عملنا الجماهيري حتى نصل إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني. والمجلس العسكري لديه تجربة معنا قبل عدة أسابيع عندما نفذنا عصيانا مدنيا لمدة 3 أيام، كان ناجحا بنسبة أكثر من 90% حسب تقديرات المنظمات المستقلة. وبالتالي نحن سنواصل أيضا في سلمية تحركاتنا. السلمية هي كانت سلاحنا الذي أوصلنا إلى كل النجاحات التي حققناها اليوم. لذلك نحن نتمسك بهذه السلمية ولن نتخلى عنها، وعن طريق السلمية سنجبر المجلس العسكري على الانصياع لرغبات الشارع السوداني ولمطالب الشارع السوداني. أشكرك جزيل الشكر رشيد سعيد يعقوب، متحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، كنت معنا مباشرة من باريس. تصاعدت حدة السجال بين قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر وأردوغان بعد تحذير قوات حفتر من استهداف الطائرات والسفن التركية فور دخولها ليبيا. تفاصيل في هذا التقرير لسارة الحاف. كأهداف معادية سيتم التعامل مع أي طائرات وافدة من تركيا تحاول الهبوط في طرابلس. تصعيد جاء على لسان أحمد المسمري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، الذي أكد أن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، كما ستستهدف أي باخرة آتية من هناك فور دخولها المياه الإقليمية الليبية. من أوساكا في اليابان رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه التصريحات، مؤكدا أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة في حال التأكد من صدور قرار حفتر. ليس لدي علم حول توجيه حفتر أمرا بضرب الطائرات التركية، سنحصل على التقييم، وهناك العديد من أصدقائنا ذوي صلة بهذا الموضوع موجودون هنا الآن. لقد اتخذنا احتياطاتنا اللازمة بشأن هذه المسألة على أي حال، ومن الآن وصاعدا سنتخذ الاحتياطات بطريقة مختلفة أيضا.
حدة السجال بين الطرفين ازدادت مع اتهام قوات حفتر أنقرة بدعم خصومه أي حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية له في معاركه جنوب العاصمة. الضربة الموجعة التي تلقاها حفتر في غريان تزامنت كذلك مع خسارة تركيا أوراقها في مصر والسودان ومحاولتها الحفاظ على مكانة لها في شمال أفريقيا، هي التي ترى أن دعمها العسكري لقوات حكومة الوفاق سمح لطرابلس باستعادة توازن الوضع مقابل قوات حفتر التي تحظى بدعم الإمارات ومصر بحسب الرئيس التركي. عادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف الشارع قبل أيام، وعادت الحركة إلى المتاجر والمقاهي في تحد واضح للإرهاب. هذا تقرير لسميحة بوغانمي. هنا وعلى بعد أمتار من مكان عملية التفجير الإرهابية في شارع الحبيب بورقيبة تتواصل الحياة بشكل طبيعي. المطاعم والمحال التجارية تسجل إقبالا عاديا للمواطنين، والمقاهي أيضا ظلت مفتوحة ويرتادها المارة. الواحد يعمل جست خطوتين في حبيب بورقيبة ويفطن ويحس بعقلية التونسي أنه يعتبر روحه حتى شيء ما يهده وحتى شيء ما يغلبه، واليقين معناتها أعمق اليقين أن رانا باش ننتصروا باش نربحوا، شيء ما يخوفنا. حركة المواطنين الطبيعية تحمل رسالة واضحة بأن الإرهاب لا يخيف شعبا تحدى الدكتاتورية ويعيش تجربة الانتقال الديمقراطي. أنا عادي جدا نهبط الشارع الحبيب بورقيبة ونقضي وشعب تونسي تقريبا كله يحب الحياة أول إنسان. ثاني حاجة يتوحد بعد كل عملية إرهابية يتوحد، فهمت، ما يخافش وما يرهبش، وهذه لن تثنينا على المسار الديمقراطي اللي احنا ماشيين فيه إن شاء الله. تونس نحبوها وتونس إن شاء الله ديما تعيش لباس عليها والإرهاب ما يخوفناش. التونسيون أكدوا أن الإرهاب لن يخيفهم ما داموا صفا واحدا من أجل بلادهم، وأن رسالتهم أقوى من الدم ومن المخططات التي تستهدف زعزعة أمنهم. فكم من معركة مع الإرهاب يعادوا إثرها مباشرة إلى مواصلة حياتهم بشكل طبيعي في خطوة تمثل ضربة للإرهابيين ولمشاريعهم وتأكيدا لقوة المؤسسة الأمنية والعسكرية. الرسالة اللي نحب نوصلها هو أنه التونسي لا يجب عليه أن يغير من عاداته على إثر العمليات هذه المنفردة والمعزولة، نعيش حياتنا الطبيعية العادية. شعب يريد وحدة وطنية. الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية اعتبرت أن أفضل رد على العملية الإرهابية يكمن في تنظيم الانتخابات في موعدها وفي ضمان الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة. أكثر ما يربك الإرهابيين ويسقط حساباتهم هو تواصل النسق العادي للحياة، فشعب تونس شعب يحب الحياة، ولطالما قدم تضحيات غالية من أجل تحقيق أمنه وضمان حريته. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. أعلنت وزارة الدفاع في صنعاء أن قوات التحالف السعودي استهدفت بالمدفعية مبنى للأمم المتحدة بمنطقة الربصة في محافظة الحديدة غرب اليمن. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين أن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات على مديريتي منبه وباقم الحدوديتين بمحافظة صعدة شمال اليمن. وفي الضالع استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية عدة مواقع للتحالف في مديرية قعطبة، كما قتل عدد من عناصر التحالف في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الساقية بمحافظة الجوف. تبدأ الولايات المتحدة وطالبان اليوم في الدوحة جولة سابعة من محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب في أفغانستان. إلى ذلك أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 25 عنصرا أمنيا وإصابة آخرين في هجوم لمسلحي حركة طالبان في ولاية باغلان شمالي البلاد. في الفلبين قتل 8 أشخاص بين مدني وعسكري بهجوم استهدف وحدة لمكافحة الإرهاب في جزيرة جولو، ولم يستبعد مسؤول عسكري احتمال وقوف جماعة أبو سياف المتشددة وراء الهجوم الذي رجح أن يكون انتحاريا، فيما قالت مصادر عسكرية أخرى أن الهجوم تبناه تنظيم داعش.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العمل بنحو أكثر فعالية للحد من التغير المناخي وارتفاع حرارة الأرض. أنا أؤمن بالعلم، ولدينا تقارير تتحدث عن وجوب الحد من ارتفاع الحرارة بمعدل درجة ونصف مع نهاية القرن الحالي، وإيجاد خارطة طريق توصلنا إلى هدفنا، وهذا يتطلب طموحاً متزايداً. موقف الأمم المتحدة يأتي فيما تستمر الحرائق في شمال إسبانيا التي تغذيها درجات حرارة بلغت أكثر من 43 درجة مئوية، وتمتد الحرائق لتلتهم غابات على نطاق 60 كيلومترا مربعا، وأدت إلى مقتل شخصين في بلد الوليد وقرطبة. وفي فرنسا سجلت درجات الحرارة أعلى معدلات لها لتبلغ في بعض المدن 45 درجة مئوية، ولتزيد بذلك درجتين تقريبا على الرقم القياسي السابق الذي بلغ نحو 44 درجة في أغسطس 2003. وأدت درجات الحرارة غير المسبوقة لاندلاع حرائق كبيرة في مناطق متعددة. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام الجاري في طريقه ليصبح من بين أشد الأعوام حرارة على مستوى العالم. هذا ودفعت الفيضانات في مناطق إركتسك الروسية السلطات لإخلاء عدة قرى. وزارة الطوارئ حذرت من أن الوضع في إركتسك قد يزداد سوءا مع استمرار هطول الأمطار بغزارة، فيما رجحت مصلحة الأرصاد الجوية أن تخف غزارة الأمطار بعد غد، يوم غد الأحد. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. ترامب يخفض التوتر مع الصين وروسيا ويقول أن السعودية حليف كبير لبلاده وتشتري منها بنحو 400 مليار دولار. ورفض فلسطيني لتصريحات ترامب عن المساعدات وصفقة القرن، السلطة تدعو لاستيعاب فشل ورشة البحرين، وحماس تقول أن كوشنر لا يفهم المنطقة. وكالة فارس الإيرانية تؤكد عزم طهران على رفع مستوى التخصيب اليورانيوم على خلفية النتائج غير المرضية لاجتماع فيينا. قوى الحرية والتغيير السودانية تدعو للمشاركة المكثفة في مليونية الغد، والمجلس العسكري يحملها مسؤولية سلامة التظاهرات. ردا على تهديدات حفتر بقصف أي سفينة أو طائرة تركية في ليبيا، أردوغان يؤكد عزم بلاده على اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الاستهداف. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.